طب اسمحوا لي اقدم لكم زميلتكم الجديده الاستاذه ساميه. على فكره هي الوحيده اللي تخصصها فلك، يعني هتستفيدوا منها كويس جدا. لا ده اكيد انا اللي هستفيد من خبراتهم قوي. مدام وفاء خريجه خدمه اجتماعيه، ايه اللي رماها على المرصد؟ الله اعلم. اللي رماها القوى العامله يا استاذ، وما نقدرش نقول لها لا، هناكل منين؟ الحياه بقت ضنك. المهم اهلا بيك يا استاذه ساميه، ولا اقول لك انت سمسم وانا فوقه. طبعا التكليف هيتشال بيني وبينك، بس ها بجد انا فرحانه قوي ان هيبقى ليا زميله من الجنس اللطيف. 4 سنين وانا شغاله مع الخناشير دول، اكيد هتصاحبيني صح؟ ان شاء الله. ده بقى الاستاذ فؤاد لصنص حقوق. اهلا وسهلا، برضه محذوف عليهم من القوى العامه. انا بقى محسن واقف زي قاعد، لصنص لغه عربيه اهي بتنفع في كتابه التقارير. انا بقى شوقي خريج معهد سينما قسم تصوير. الظاهر ان القوى العامله اكتشفت ان تلسكوبات المرصد فيها عدسات ذات الكاميرا، قالوا بقى نحذفه على المرصد بتاع عدسات. والله انا مبسوطه قوي ان انا هشتغل معاكم. والنبي انت باين عليكي لذيذه موت. تعالي حبيبتي اتفضلي اتفضلي على مكتب، تعالي اقعدي اتمرني وتعلمي ازاي تتنفسي هواء البيروقراطيه وعيشي، ربنا يفتح عليكي. حطوها في عينيكم، دي متوصي عليها جامد قوي. بقول لك ايه يا عبس، اتكل انت وابعت البوفيه في طريقك عشان نوجب مع الزميله الجديده. ماشي، اي حاجه تعوزيها انت عارفه مكتبي، تشرفي. ميرسي قوي يا استاذ عباس. هو انتوا يا جماعه ايه طبيعه شغلكوا هنا بالظبط؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ اصل حضرتك سالتي طبيعه شغلكم ايه بالضبط؟ ايوه سالت. اصل ده يا حبيبتي السؤال اللي كل واحد جديد يجي هنا بيساله. الحقيقه هي ما بتبقاش اجابه بالظبط، انما شويه بشويه بيكبر دماغه وتستمر الحياه. ياه ده ايه السلبيه دي يا وفاء؟ قولي لي هو انت برج ايه؟ انا برج الحمل. ليه؟ هو انت بتفهمي في الابراج؟ اكيد، مش دارسه فلك؟ لا علم الابراج حاجه تانية، بس انا برضو مؤمنه بيه وبهتم بيه. انت معاكي عربيه؟ لا ما عنديش عربيه، بركب تاكسي. حظي حلو قوي بقى ان انا هوصلك. هتعبك معايا؟ ولا هتتعبيني ولا حاجه، ما انا مروحه زيك. المهم طريقك فين؟ معادي. ده سكتي رسمي، يلا بينا. وفاء على فكره ما عنديش مانع توصليني في طريقك يعني. سوري يا ابو الشوق، انت عارف ان انا من ساعه ما اتجوزت ما بوصلش رجاله بعربيتي. وحياتك عارف، بس بغلس عليكي. غلاستك وصلت. طب اشوفكوا بكره. باي باي. اتفضل. اتفضلي يا ستي، ادي صورتي خليها معاكي، وانتي كمان عايزه صوره منك اخليها معايا. مش احنا بقينا اصحاب زي البنات بتوع ثانوي يعني؟ يا سلام، وزيهم ليه؟ ده احنا اصغر منهم كمان. طب بصي ما تطلعي نتغدى سوا. معلش يا حبيبتي خليها مره تانيه. عشان خاطري بليز، مفيش فوق غير انا وماما قاعدين لوحدنا من ساعه ما بابا توفى. ربنا يخليكوا لبعض، بس اصلا النهارده الدور عليا. الدور عليكي في ايه؟ بص يا ستي، انا اطبخ مره اكل يكفي يومين، وجوزي مره يطبخ اكل يكفي يومين. ما انا قلت لك احنا الاثنين موظفين. الله، والله هايل جوزك ده، انا بحب قوي الراجل اللي بيساعد مراته في شغل البيت. ربنا يرزقك بجوز اهيل منه. يلا بقى اديني نمرتك عشان بعد ما اخلص شغل البيت نديها نميمه للصبح. طيب تعرفي تحفظي؟ ها 5533001. دي نمره سهله قوي. انت وعدتيني هنتغدى سوا مر. طبعا نتغدى ونتسحر ونفطر كمان. يلا باي باي. باي باي يا حبيبتي. بيان هام، اسمعوا ايها الساده الزملاء الكرام، انا عيد ميلادي النهارده. ماي بيرثداي از توداي. طبعا ما فيش اي حد فيكم افتكر. كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه يا وفاء. كل سنه طيبه يا استاذه وفاء. كل سنه وانت طيبه يا وفاء. وانت طيبه يا جميل. وبهذه المناسبه السعيده انتوا كلكم معزومين عندي في البيت، واللي مش هيجي هزعل منه بجد. انتهى البيان. نوانا اخويا في المهندسين. طيبه. نوانا اخويا في المهندسين. طيبه. نوانا اخويا في المهندسين. ربنا يجعله عني. نوانا اخويا في المهندسين. انت بقى بالذات لو ما جيتيش انا مش هعرفك تاني. وهو انا اقدر ما اجيش؟
طيبة يا وفاء. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة وفاء. وانت طيب. ناكل؟ اتفضلي طبعا. أنسة سامية ممكن بعد إذنك تجي واحدة؟ طبعا. سامية. ده برنامج زودياك بتاع الأبراج، ده أحدث حاجة في كل حاجة عن الأبراج وصفاتها وعيوبها. ده هايل قوي، ممكن أقلب فيه شوية؟ قوي قوي طبعا، اتفضل. اهو التوافق. انت برجك ايه؟ الحوت، 13 مارس. معقولة؟ ايه الغريب كده؟ لا اصلا انا سكوربيو عقرب، مائي يعني زيك، 21 اكتوبر. بص اهو، سكوربيو and بايسس usually form a great match. They are both sentimental, emotional and romantic. They usually make a great couple. اللي هو يعني احنا عاطفيين ورومانسيين وكابل هايل، مش كده؟ ده الابراج هي اللي بتقول. انا عرفت من وفاء اختي ان انتي مهتمه بالابراج وكمان درس فلك. حقيقي، بس برضو كذب المنجمون ولو صادف. اوعى يا سمسم، اخويا يجننك. هو صحيح مجنون زيي، بس هو بقى مجنون كمبيوتر. تصوري ان هو كان قد كده مرتين بس عشان الكمبيوتر خس. لا ما تصدقهاش، انا مهتم بالكمبيوتر بس عشان قاعد لوحدي يعني، لكن ان شاء الله طبعا البيت ده لو فيه زوجه واولاد اكيد اهتماماتي هتختلف تماما واسيب الكمبيوتر. وايه او بس ايه يا وفاء؟ ايه او بس في ايه؟ يعني اتكلم؟ طبعا اتكلمي. شوفوا بقى، بصراحه انا بنت جريئه جدا، وبعدين انا بحبك قوي يا محمود، وبحبك قوي يا سمسم، ومن ساعه ما شفتك وتعرفنا على بعض وبقينا اصحاب، وانا نفسي جدا تبقي مرات اخويا وفاء. صحيح وفاء. ايه اللي وفاء؟ واصحيح وفاء. بصوا بقى، انا بصراحه شايفاكم من بعيد وانا جايه لكم قاعدين تتكلموا مع بعض زي العصافير اللي بتصوصوا، ونفسي جدا اشوفكم مع بعض في الكوشه. عند اذنكم. انا عن نفسي عايز ابقى واضح وصريح معاكي. الناس العاقلين بيقولوا ان اقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. ده كلام حقيقي قوي، سامعك. بصراحه يعني انا من ساعه ما شفت صورتك مع وفاء اختي. وهي وفاء وريتك صورتي؟ وريتهالي. هي صراحه كانت مبسوطه قوي بانها صاحبتك وانها اتعرفت عليكي، وانا كمان قلت لها نفسي اشوف صاحبه الصوره الجميله دي. لما شفتك بقى في عيد ميلاد وفاء اكتشفت ان الجمال ده مش جمال شكل بس، جمال شخصيه وعقل وروح. لقيت قلبي اللي بقاله كتير قوي ما دقش ابتدى يدق بعنف وبقوه وبحماس. كل ده حصل اول مره نتقابل فيه، واكتر من كده كمان. عشان كده كنت حريص ان انا اقابلك النهارده واشرح لك كل حاجه حاسس بيها، واقول لك ان يسعدني ويشرفني جدا ان انا ارتبط بيك يا سامي.